الحمد لله انا فرحان بزاف ملي لعبت شامبيونات ناسيونال وليت كنلعب انترناسيونال بفضل الخدمه ديالهم اللي كيوفروا لنا اي حاجه. والحمد لله انا فرحان ب حيت لعبت مع المنتخب الوطني المغربي، لعبت معهم في بطوله العالم في نيم، في كاس العالم في نيم اللي كان فرنسا. وثانيا لعبت بطوله العالم للغوص الرياضي بالمسابح في طومسك اللي احتلت على الرتبه الثالثه عالميا. وفي الاخير لعبت بطوله العالم وكاس العالم ماستر كبار اللي تقامت في مدينه الفنادق في هذه الايام هذه. الحمد لله خديت 4 ميداليات ذهبيات وجوج فضيات، وفي ماستر للكبار خديت 2 ذهبيات وجوج فضيات. وانا فرحان بزاف بهذا الفوز هذا، والفوز ديالي كان هدي للجامعه الملكيه المغربيه للغوص والانشطه التحتيه، وكان هدي لجمعيه امن انزكال للغوص الرياضي والرياضه الثلاثيه والانقاذ. كنشكرهم بزاف على هاد المجهودات ديالهم اللي كيديروا معنا، وانا فرحان بزاف وشكرا. انا فخوره بزاف بالنتائج اللي حققنا في مسابقه بالفنيدق، لا النتائج الشخصيه ديالي ولا النتائج ديال السباحين اللي معايا في الجمعيه ولا اللي معايا في المنتخب الوطني. الحمد لله جمعيه امل انزكان قدرت انها تشارك في المسابقه ب 11 لاعب ولاعبه، اللي هذا بحد ذاته انجاز كبير وفخر بالنسبه ليا اللي اول مره نشارك مع هذا العدد الكبير من السباحين اللي معايا في الجمعيه. والحمد لله النتائج كانت مشرفه، انا قدرت انني نحرز على 5 الميداليات، منهم ميداليه ذهبيه، 3 ميداليات دوزيام بلاس وميداليه دو برونز. هذا كان واحد النجاح اللي ما جاش من المجهودات الشخصيه ديالي بوحدهم، بل كان وراه بزاف ديال المجهودات لا من ناحيه الجمعيه جمعيه امل انزكان ولا الجامعه الملكيه للغوص والانشطه التحتمائيه. لي كوتش اللي كانوا كيسهروا معنا وكينظموا لنا تدريبات خاصه باش اننا نشاركوا ونحققوا نتائج في هذه المسابقه. وكذلك الفضل كيرجع الله سبحانه وتعالى والوالدين اللي ما كينساوناش بالدعاء ديالهم، كنشكرهم بزاف، واللي كانوا كيسهروا حتى هما على التدريب ديالي من وانا كنت صغيره بزاف. والحمد لله على كل حال حنا فرحانين بزاف اننا مثلنا المغرب احسن تمثيل، ومازال عندنا طموحات كبيره باش نزيدوا نمثلوا المغرب في مسابقات قادمه ان شاء الله، وكنامن بلي القادم اجمل. هاد الرياضة ديال الغوص الرياضي مسابح دخلت للمغرب في 2016 من أوتور روسيا، هما اللي دخلوا هذا، هما اللي داروا لنا لا فورماسيون ديال الغوص الرياضي مسابح، داروهم لي زونترينور وداروهم الأوتور والتحكيم. من 2016 وحنا كنخدموا، من داتنا فورماسيون وحنا كنخدموا على هاد الرياضه هذه، يعني كنشاركوا في بطولات وطنيه وغادي كنطلعوا النيفو وكنديفلوباو يعني عام ورا عام. من طبيعه الحال حنا فخورين بهذا الفوز هذا. الحمد لله كنهديو للساكنه ديال مدينه انزكان والجهه كامله ديال سوس مسا، يعني الحمد لله هذا الفوز هذا فوز عظيم، يعني باش توصل هذه المرتبه هذه وباش يكون عندك ابطال على الصعيد الوطني، لان راه في لا سيليكسيون ديال المنتخب، يعني راه الجهه ديالنا يعني الجمعيه ديالنا ديال امل انزكان راه هي اللي خدات الحصه الكبيره، حصه الاسد في الابطال اللي هما تسيليكسيوناو، يعني 11 بطل من انزكان راه تبارك الله راه مفخره. والحمد لله في البطوله يعني لعبوا بواحد المجهود ولعبوا بواحد التكنيك ولعبوا بواحد التركيز، والحمد لله راه حصدوا العديد من الميداليات. وكنشكروا حتى الجامعه الملكيه اللي هي وفرت لهم بزاف ديال المسائل، بيناتها الاقامه ولي ديبلاسمو والمعسكر والتدريب، يعني كاين بزاف ديال الحوايج يعني ساعدتنا فيهم الجامعه الملكيه، كنشكرها بزاف.